عندهم زميل بيفتح طابلت اول شيء يستعمل القرص هذاك باش ما يجرحش لا طابلت ينحي لو كوفاكل ومن بعد يقوم بنزع لاتلس و لاتريس هذيك الدور تاعها توسي لا ليزون اونتر لافيشور و لا كارت مار سينو ما يكونش افيشاج عندنا اكتو كاين دو تريس بلا بيهم ما يكونش عندنا اضاءه في الشاشه وهذه سي المادر بورد لا كارت مار الحاجه الاولى باش كي نقوموا باصلاح طابلت الحاجه الاولى اللي نقوموا بها هو نزع البطاريه تسمى نزع البطاريه باش تكون ما تكونش لا كارت مير سو طونسيون تكون اور طونسيون ما تكونش اليمونتي سينو ما نقدوش نواسي اون انترفونسيون عليها او يستعمل انايا لو تولز الاخر بيسك جينيرالمون يواسيو ان دوبل فاس باش تكون لا بيل ما تلعبش الحاجة الثانية اللي هنا لازم نستعملو ان فيغ اسودي ولا ينحي لو بلوس ولا موان بلوس سي لو اون روج لو نوار سي لو موان لهنا راهو حامل في يديه البطارية و لا كارت مير تاع لا طابلات واللي راهو قاعد مبلاصي في سوغ لا طابل هذاك سي لافيشور ليكرون نقدروا نشوفوا ليكرون وي فيه تقنية باش يتنحى باسكو ثاني كيستعملوه في الأطراف يستعملوا ان اوتوكولون سما الانسان بالعقل برك يجبدو باش ما يكسروش هذا سي ليكرون هذه هي الشاشه تاع لا طابلات تاعنا واللي راهو قاعد مبلاصي لو كادر هذاك هو اللي يقولوا له بزاف يتسالوا لاخر سي لو تاكتيل